السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. والأمل يعود مرة أخرى. تصريح جديد من مدير الموقع الرسمي لقنوات بي أو تي كيو في القاهرة خالد موسى حول عودة قنوات البي أو تي من جديد، تابعونا. أعلن خالد موسى مدير موقع قنوات بي أو تي كيو بالقاهرة عن بدء اختبارات البث التجريبي من أجل عودة بث قنوات بي أو تي كيو بعد توقف البث منذ أكثر من أسبوع. ونشر موسى صورة للتردد الجديد الذي تجرى عليه الاختبارات على القمر الصناعي بدر 26 شرق تردد 11270 27500، ويتواجد عليه 10 قنوات جاري اختبارها. يذكر أن خالد موسى نشر بيانا لأول مرة للرد على شائعات توقف بي أوت كيو بشكل نهائي، حيث أوضح مدير الموقع الرسمي لشبكة بي أوت أن كل ما سبق تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي لم يصدر عن شركة بي أوت كيو، وأن سبب توقف القنوات هو أنه تم اختراق الشبكة بواسطة شركة بي ان سبورت وفصلت الخدمة عن المشتركين. وأوضح موسى أن الشركة تعمل على إصلاح وحماية الشبكة من الاختراق، وسوف تعود للعمل مرة أخرى مطالبا المشتركين بالتحلي بالصبر، مؤكدا عودة بث القنوات بي أو تي كيو قريبا. واختتم موسى بيانه قائلا: شبكة قنوات بي أو تي كيو تؤكد لكم أنها ستعود أقوى مما كانت، ولا صحة للأنباء التي تفيد بإغلاق وقف الشبكة نهائيا، وسيكون موعدنا قريبا، وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات الحماية للشبكة من أجل الاختراق. يذكر أنه في 31 يوليو الماضي، أي قبل توقف قنوات بي أو تي كيو بأسبوعين، أصدر اتحاد كرة القدم الفيفا بيانا عبر موقعه الرسمي، وحذرت السعودية بعقوبات قد تصل إلى تجميد النشاط الرياضي لكرة القدم بالسعودية بسبب دعمها لبث القنوات من خلال القمر الصناعي عربسات، وطالبتها باتخاذ اللازم لوقف قرصنة بي أو تي كيو لحقوق الطبع المملوكة لقنوات بي إن سبورت. وكانت الهيئات والمنظمات الدولية الرياضية قد قالت في بيان مشترك أنها تدين بشكل جميع السرقة المستمرة لممتلكاتنا الفكرية من قبل بي أو تي كيو، ودعت السلطات في المملكة العربية السعودية إلى دعمهم في إنهاء الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الملكية الفكرية. وطالبت وزارة الثقافة السعودية والحكومة السعودية اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد بي أوت. وأضافت الهيئات الرياضية في البيان أن 9 شركات قانونية في المملكة العربية السعودية قد فشلت في التعامل مع قضية سرقة حقوق الطبع والنشر الخاصة بها، وأنها مضطرة الآن إلى البحث عن وسائل أخرى لإغلاق قنوات بي أوت كيو. وأشارت إلى أنه يتم بث خدمة بي أوت دوليا على 10 قنوات عن طريق القمر الصناعي عربسات الذي يتخذ المملكة العربية السعودية مقرا له، والتي تعتبر السعودية أكبر مساهم فيه. حيث جاء نص البيان من خالد موسى كالتالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هام بخصوص بي أوت كيو، إلى الآن لم يصدر قرار نهائي بتوقف القنوات من المصدر. أرجو الانتظار إلى أن يتم الإعلان عن القرار النهائي من القائمين على القنوات وعدم سماع الأقاويل. سبب عطل قنوات بي أوت: لقد تم اختراق القنوات من قبل قنوات بي ان سبورت وفصل الخدمة عن المشتركين، وفريق عمل بي اوت كيو يقوم بإصلاحها وحمايتها من الاختراق من شبكة البي ان سبورت، وسوف تعود قنوات البي اوت للعمل مرة أخرى. لذلك أرجو منكم جميعا التحلي بالصبر، وأؤكد لكم أن القنوات ستعود قريبا. وقد تم إنشاء هذا الموقع لمساعدة الجميع دون أي مقابل أو الاستغلال، لأن الأغلبية يرددون نفس الأقاويل، ونحن نعلم جيدا أنه يوجد أكثر من حساب على شبكة التواصل الاجتماعي يذكرون أنهم الدعم الفني وهم لا علاقة لهم بذلك، ومنهم من يساعد ومنهم من يستغل الناس بمقابل. لو حابين تكملوا معنا في هذا الموضوع وتعرفوا كل أخبار قنوات البي أوت كيو، ادعمونا وشاركونا برأيكم، وسوف نوفيكم بكل ما هو جديد لدينا يخص قنوات البي أوت. تحياتي للجميع، أخوكم خالد موسى. هذا نص البيان. وما زلنا نتابع الأخبار لحظة بلحظة، ولكن نقدم لكم الحل البديل لحين عودة قنوات البي أوت، وهي مجموعة قنوات بي إن سبورت تعمل بشكل مستمر دون تقطيع لمتابعة المباريات المهمة. سأضع لحضرتكم رابط في أسفل الفيديو للدخول على القنوات. شكرا لحضرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.